نستقبل دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي معانا على التليفون. يا دكتور سعد مساء الخير، ويسعدنا دايما ان احنا نسمع صوت حضرتك. مساء الخير يا استاذ احمد، ومساء الخير على مشاهدين حضرتك الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. خليني انقل للناس فكره بس كده بدايه عن مشاركه النادي الاهلي في المؤتمر، وعن اهم الموضوعات اللي هتطرح على اجنده المؤتمر على مدار الايام اللي جايه. يعني خليني اقول لحضرتك في البدايه، طبعا النهارده كان الجلسه الافتتاحيه في المؤتمر، وفي الحقيقه شرفت الجلسه الافتتاحيه بحضور الكابتن محمود الخطيب، وكان في ايضا قامات دوليه كبيره كان يعني بيتقدمها ايضا معالي الوزير دكتور اشرف صبحي. رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضه العرب. وفي الحقيقه المؤتمر طبعا بياتي تحت مظله جامعه الدول العربيه، ومن هنا كان حرص الكابتن محمود في الحقيقه على ان دور النادي الاهلي ايضا بيمتد خارج حدود الدوله المصريه في الحقيقه، وبيقدم تجاربه الفريده لكل الانديه العربيه في الحقيقه. وده كان محل تقدير ثاني لما الكابتن محمود تفضل مشكورا والقى كلمته في المؤتمر، يعني كان في الحقيقه في اعجاب واستحسان كبير من التجربه الفريده للنادي الاهلي. يمكن كابتن محمود يعني في كلمته استعرض كيف ان القانون محور اساس الحوكمه في النادي الاهلي على مدار تاريخه، ولا يزال النادي الاهلي يلتزم بالمواثيق والقوانين الدوليه وايضا القوانين الوطنيه، وده اللي مكن النادي الاهلي في الحقيقه ان هو يحقق الانجازات الرياضيه. فكان هنا الربط في الحقيقه ده كان محل تقدير كبير. كمان الكابتن محمود كان حريص انه يعرض تجربه النادي الاهلي فيما يتعلق بعقوده ما بين كافه الاطراف وشركاء الاستراتيجيين. فانت حضرتك تقريبا النهارده عشان اي مؤسسه رياضيه تنجح وفي تجارب استثماريه كبيره، يمكن لسه السوق المصري ما كانش قادر يتوافق مع التجارب الاستثماريه اللي موجوده، لكن النادي الاهلي في الحقيقه بقياداته وبرموزه التاريخيه قدر يعمل تجربه فريده في هذه العقود. واستعرض الكابتن محمود قيمه ايضا هذه الصناعه عشان تعرف الناس قد ايه الصناعه دي مهمه. يمكن كابتن محمود عرض في كلمته ان قيمه صناعه الرياضه حول العالم 845 مليار دولار، ده رقم النهارده الناس اتفاجئت بيه في الحقيقه في قاعات المؤتمر. كمان مش بس كده، الكابتن محمود قال النادي الاهلي واحد من اكبر المؤسسات اللي بتستثمر استثمار حقيقي في صناعه الرياضه، واشار الى ان النادي الاهلي استثمر تقريبا ما يقرب من 1.6 مليار جنيه خلال الاربع سنوات الماضيه في تطوير كل بنيته التحتيه من صالات وملاعب في الفروع الاربعه. ويمكن اشار كمان ان احنا ان شاء الله بننتظر الفرع الرابع الجديد اللي هو فرع القاهره الجديد. كمان الكابتن محمود ما شابش الموضوع بس عند استعراض تجربه النادي الاهلي، لكن في الحقيقه كان عنده رؤيه واضحه ان هو ازاي نقدر نحط خارطه طريق لاستثمار المؤتمرات في العالم العربي، وان احنا يبقى عندنا حلول ناتجه عن هذه اللقاءات. في الحقيقه طبعا حضرتك يا احمد تعرف ان كان في قامات كبيره موجوده في جامع حضور، منهم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، المستشار حسين فتحي رئيس هيئه قضايا الدوله، ايضا رجل الاعمال ووكيل مجلس النواب الاستاذ محمد ابو العينين. في قامات كثيره في الحقيقه كانت يعني سعيده جدا بكلمه الكابتن محمود وتجربه النادي الاهلي اللي قدر يعرضها الكابتن محمود ببراعته اللي احنا دايما بنعهدها منه. كان في حاجه كمان تطرق اليها، وهو ان النادي الاهلي كان واحد من المبادرين في استثمار القانون الجديد بتاع الرياضه اللي صدر 2017، واستثمره بشكل جيد بتأسيس ثلاث شركات كبيرة. هي شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للخدمات، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة اللي كان قام بها النادي الأهلي سابقا، واللي أحد مخرجاتها قناتنا المتميزة قناة النادي الأهلي في الحقيقة تتبع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، اللي الأهلي كان سباق أيضا في 2008 قبل صدور هذا القانون، وقدر يأسسها تبع قانون الاستثمار. يمكن كمان احنا يعني وقفنا كتير لان خروج كابتن محمود كان صعب. لما خرج توقفت الجلسه الثانيه او الجلسه الاولى الرئيسيه للمؤتمر اللي كان بيحضرها معالي المستشار عبد المجيد محمود والمستشار حسين فتحي والدكتور عماد البناني رئيس جهاز الرياضه السابق، وايضا كان فيها الدكتور محمود ابو العينين.
في الحقيقه توقفنا فتره كبيره لحد ما الكابتن محمود كل الحضور من 9 دول 180 واحد كانوا حريصين على التقاط صوره تذكاريه، ودايما يعني ده محل فخر لينا في النادي الاهلي، وايضا محل فخر لينا في جمهوريه مصر العربيه ان ال 180 موجودين حريصين على ان ياخدوا صور تذكاريه. الاستاذ محمود عبد المجيد قال مش هنقدر نبدا الا لما كابتن محمود يغادر فعاليات المؤتمر، لان كله حريص على يعني طبعا طبعا كاريزما، الكاريزما للنادي الاهلي وللكابتن محمود صحيح. واللي على المستوى الشخصي يمكن انا عارف كمان انه يمكن الكاريزما وحب الناس دي بيدفعها كابتن محمود الخطيب الحقيقه في ظل يمكن يعني ظروف صحيه كان الله في عونه وربنا دايما يطمنا عليه ويشفيه ويبقى دايما في احسن حال، لكن الحقيقه ابدا حتى رغم في بعض الاوقات الامه او اوجاعه بيبقى حريص دايما على التواجد وما بيحسش يعني بيخليش الناس تحس ابدا بانه في مشكله. على هامش المؤتمر في مؤتمر جماهيري بقى مستنيه الناس يوم السبت دكتور سعد، يعني المؤتمر اللي اعلن عنه النادي الاهلي ان شاء الله اللي هيكشف فيه او هيتكلم فيه عن كل الملابسات المتعلقه بازمه نهائي دوري ابطال افريقيا. دكتور سعد معانا ولا عندنا مشكله في الاتصال؟ انا معاك يا احمد دي لو حضرتك. كنت بسال حضرتك المؤتمر اللي الناس كلها مستنياه الحقيقه واللي اعلن عنه النادي الاهلي انه هيقام ظهر يوم السبت الساعه 12 السبت اللي جاي، واللي مرتبط بكل التفاصيل اللي هيعلنها النادي الاهلي والمرتبطه بازمه ملعب او ازمه نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني المؤتمر متجدول، كان متجدول في النقاط اللي تم عرضها سابقا، وانها كانت ان احنا قبل ما نسافر ان شاء الله كان في وعد وعهد من كابتن محمود ومجلس اداره النادي الاهلي في الحقيقه ان هيبقى في مؤتمر ان شاء الله يتم استعراض اللي صاحبت هذه البطوله. وفي الحقيقه احنا يعني زي ما النادي الاهلي دائما بيوفى بعهوده ووعوده، فقرر ان يبقى المؤتمر ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله القادم بمقر النادي الاهلي بالجزيره الساعه 12، وان شاء الله يتم اكمال فعاليات المؤتمر في حضور كابتن محمود وايضا مجلس اداره النادي الاهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سعد شلبي طبعا مدير تنفيذي للنادي الأهلي، بشكرك ودايما